هذا يأخذنا للدكتورة فيرا سونغوي، وطبعا هي تأتي بخبرة واسعة في المؤسسات المالية العالمية المسؤولة عن منح التمويلات لدول عديدة في ظل الأزمات التي عاشها العالم، بداية كوفيد-19 والآن طبعا تجد الدول نفسها غارقة في أزمات أخرى. Your Excellency, you don't have a translation aid? Do you have a translation aid? Okay. Just الترجمة sure. إنني أتأكد من ذلك. كنت أسأل عن الأزمات الحالية. هل باعتقادك يعني يجب أن تتوقع إفريقيا مثل الأموال التي كانت موجهة لها قبل الأزمات الأخيرة؟ Did you get the question, Your Excellency? هل سمعت السؤال؟ إذا كنت أسألك عن الأزمات الأخيرة. نعم. شكرا جزيلا للسؤال. يسعدني أولا أن أتوجه إلى هذا المجلس الموقر وأهني أفريك زين بانك والبنك المركزي المصري. سوف أجيب على سؤالك سريعا وسوف أقسمه إلى ثلاثة أجزاء من الأهمية بمكان. بالنسبة للقرار قرر أن تتوقع مساعدات خارجية ولا تشعر بأي نوع من الضيق في هذا الشأن. فقبل أزمة 2020 كانت هناك أزمة مالية. عندما كان هناك أزمة مالية جاءت المجتمع الدولي سويا وحاول حل وإضافة موارد جديدة لمساعدة الدول الأوروبية التي كانت تريد أن تخرج من الأزمة الاقتصادية. ومن اليوم كأفريقيا نحتاج إلى إصدار حقوق سهم جديدة. إذا البنك المركزي تحدث عن دعم النقد المصري، فمصر تحصل على 2.8 مليار جنيه مصري، ومصر تستورد 8 بليون دولار أثناء الأزمة الأوكرانية. من ثم تحتاج إلى المزيد من الموارد لمواجهة الأزمة، ونحتاج إلى موارد من المجتمع الدولي. بالطبع النقطة الثانية هي التأكيد ودعم حشد الموارد الداخلية عن طريق التجارة وموارد قناة السويس. هناك الكثير من دخول قناة السويس التي وصلت إلى 16 مليار دولار بفضل المرور في قناة السويس، وهناك زيادة في أسعار هذا المرور. ويتعين المزيد من التجارة البينية الإفريقية 2.8 مليار دولار، وبهذه الطريقة يمكن أن نقيم التجارة البينية الإفريقية، وذلك لمصلحة الشباب. إننا هناك السيدة هالة ونحاول أن نعمل على الشبكة الاقتصادية للشباب، ولكن أول عالمة في مجال العلوم to be able to solve the COVID crisis and the climate crisis and all of this. It will create jobs, it will generate revenue, and will of course make us less reliant on external resources. Thank you very much, Dr. Sangui. Thank you very much, Dr. Sangui. طبعا الدكتورة سونغوي أشارت وأكدت على نقطة غاية في الأهمية، وهي زيادة حجم التجارة البينية في إفريقيا.